لنستمع لقارئ حبيب واجبه رهيب له في القلب نصيب. واظنه اسمك يا مولانا سيدنا الشيخ غريب فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن صاحب الواجب والأدب والخلق والكرم عطية الناظر التل الكبير الإسماعيلية قد ارتقى منصة التلاوة فليتفضل مشكورا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. علينا أمتعكن
يا نساء الذي لستن كأحد من النساء. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطبن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض
ما يريد الله إن إذا عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من آيات سورة الأحزاب ومن تنزيل الملك العزيز الوهاب تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن القارئ العلم والمقيم بالإسماعيلية شاكرين إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم فضيلة الشيخ عبد القادر الشعبان وإخوته فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر الشعبان والأستاذ حسام والأستاذ سامح والأستاذ عصام
كذلك اشكر باسم الاستاذ احمد شعبان. الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور واعلام التلاوة الشيخ اسلام منصور ومحمد منصور. كذلك اشكر لاخي الحبيب المقدم للبرامج الدينية بالقنوات الفضائية احمد زين العابدين. اما سيدنا الشيخ عبد الله عزب القارئ الاذاعي والعلم والخلق والادب اذ انتهى من عزاء بمدينه بحر البقر وجاءنا مسافرا مشوارا طويلا. كذلك اشكر لمولانا الشيخ محمد مراعي وهو العلم والقطب الصوفي وللخير ساعي. كذلك اشكر للشيخ صابر محمد علي شيخ محمود رفعت وابناء البلدة المحترمين اسماعيل ابو الشريف ومحمود ابو جريجة والدنا الكريم الحاج طلبة عبد الرحيم والحاج وسام عبد الرحمن والاستاذ مختار منير. كذلك اشكر ايضا الاستاذ محمد عبد الله والحاج محمد ابو عبد الله والحاج هلال. كذلك اشكر ايضا للشيخ ياسر الظواهري. والله لو امه ماتت كنت اقول له اقبل امك لكن يلا توكلنا على الله. الان اشكر ايضا مصورنا المحترم اشرف المهداوي وكذلك اشكر الحاج عبد العظيم العدوي والحاج عبد الباسط داود الحاج عبد الباسط صاحب شركة توزيع العسل النحل وغذاء الملكات الشبنات. ايها السادة